والاستاذ حسن شاكوش الفنان الموسيقي الشعبي المعروف كان حصل كده ازمه كده معينه وفيديوهات وكده، واول ما عرف الاستاذ حسن ان الموضوع كان لازم يحضر، والاستاذ مصطفى كامل الزمه بالحضور وقال له لازم تحضر وتيجي النقابه ويتم التحقيق معاك. هو طبعا الاستاذ حسن فورا بنقابتي وما اقدرش اتاخر عنها، وبالفعل رغم ان هو ما نامش من امبارح لغايه النهارده جه النقابه وحصل التحقيق، وهو ابدى استعداده لاي مطلب مطالب النقابه، وهو هيقول لحضراتكم ايه اللي حصل طبعا انا بشكر كل الموجودين، طبعا المجلس كله في اعضاء النقابه، اخواتي وحبايب قلبي والست النقيب طبعا. فانا طبعا يعني الموضوع كله مختصر ان انا حصل معايا حاجات في المطار، ان حاجات وجعتنا. فطبعا انا من خلال نقابتي هنا، نقابه المهنه الموسيقيه، انا بقول يعني مش عايز اي حد من الشعب التونسي يفهم الكلام اللي انا قلته الفتره اللي فاتت، الكلام ده اللي انا قلته الفتره اللي فاتت حد فهمه غلط. فانا طبعا بعتذر لهم كلهم، وانا بحب طبعا بحب الشعب التونسي، وطبعا تونس الفن، وطبعا هقول لكم على حاجه انا ما كنتش اعرف ان في، انا كل بلد بعرف بحسب فيها نقابه واحده، تونس طلع فيها يا جماعه خمس نقابات، وانا سياده النقيب مصطفى كامل هو اللي بلغني بالكلام ده، لان انا ما كنتش اعرف ان تونس فيها خمس نقابات. سياده النقيب مصطفى كامل بلغني وقال لي فيها خمس نقابات. فانا اللي انا عرفته ان النجم الكبير الاستاذ صابر الرباعي هو يعني ماسك نقابه من ضمن الخمس نقابات هناك، هو الوحيد اللي انا اعرفه، ما اعرفش اي حد تاني. وطبعا انا بعتذر لكل الشعب التونسي، وطبعا اخويا حبيبي الاستاذ منصور هند. ممكن تحكي لنا طيب ايه اللي حصل معاك في التحقيق؟ هو معلش يعني وضح للناس يعني التحقيقات طبعا قالوا لي ان برضه لازم احنا شعب واحد، ودول اخواتنا برضه ومش عارف ايه، وكلموني ان انا لازم اجي لهم واقدرهم، وفهموني ان انا لازم برضو اطلع اتكلم واعتذر للناس اللي فهمتني غلط. حلو. يا شباب ايه اللي حصل معاك يا شباب؟ اه بالظبط، بس عشان منصور اللي اتكلم. تمام. هو طبعا الشعب التونسي والشعب المصري شعب واحد، وكل الامه العربيه واحد. فور علم السيد النقيب مصطفى كامل بالفيديو اللي عمله الاخ حسن شاكوش في مطار تونس، قمنا باستدعائه للنقابه وحددنا له اليوم الثلاثاء، وحضر الراجل بالرغم انه ما نامش زي ما الدكتور محمد عبد الله فهمكم، والراجل اعتذر للشعب التونسي واعتذر للامه العربيه، و قام بتنفيذ التعليمات، لان فعلا النقيب مصطفى كامل النقيب العام فاهم حسن ان احنا بتربطنا علاقه وطيده ما بيننا وما بين الشعب التونسي وما بين النقابات هناك، واحنا الحمد لله الراجل ابدى تفهمه، وان الراجل يعني اعتذر وحاجه جميله جدا ان حسن اعتذر في داخل نقابته، واحنا كمجلس ونقيب طبعا متقبلين الاعتذار بتاعه اللي هو على كلمه كانت عفويه، والراجل ابدا رسالتك يا شاكوش والراجل تمام، وان شاء الله خير. يلا حبايبي رساله للشعب التونسي بس، المايك رسالتك للشعب التونسي يا حسن. طب هات المايك بقى، هات المايك يا حسن، تعالى يا احمد يا ابني اسامه في انتخاب المهن يعني لما الفيديو طلع وفيديو واتكلم وقال على شوف
بحثه وقال ان هو تم التحقيق معاه من داخل قابه المهن. Thank you.